فيلم غدا العيد بيحكي عن عائلة لبنانية بتجتمع على عيد الفصح بعد سنتين من الغياب. هو فيلم بيحكي عن علاقة هالعائلة بالمجتمع ككل، هو بالمطلق علاقة العيال بلبنان بالوضع السياسي والاجتماعي بلبنان. هو كمان الفيلم نوعا ما حبيت أنا أعمله كفيلم أول لأنه فيه أكيد من الخاص من الأشياء اللي أنا شفتها بحياتي ومن الأشياء اللي سمعتها من أصحاب ومن القرايب ومن ناس قريبة مني. القصص اللي بتصير بالفيلم كتير بتشبه الواقع اللبناني، بتشبه وأنا حبيته يكون فيلم واقعي لدرجة إنه واحد يحس كأنه مراية نوعا ما عن حياته اليومية اللي هو بيعيشها، خاصة كلبنانيين وكعرب بالمطلق. هو بحد ذاته التصوير ما كان كتير طويل، كان 9 أيام تصوير، بس يلي صار هو كل التمارين قبل كان يعني كأنه كل شيء حاضر لنصور من دون كاميرا، آخر شيء اجت الكاميرا وصورنا. يعني هو كان الهدف هيدا الشيء إنه نرتاح لدرجة وناخد وقتنا، وكمان أكيد لأسباب العلاقة بالبادجت إنه أكيد وقت ما يكون في الكاميرا وكل الطاقم العمل بيكون الكلفة أقل للتمارين ولناخد وقتنا ولنرتاح. يعني كان في بس إنه المكان ونتواجد فيه لحتى نتمرن فيه، وبعدين التصوير بحد ذاته بيكون هيك بوقت قصير ومضغوط.